ألف مرحبا ست أمينة. هيه جبت التموين؟ الله الله الله، ده احنا عرفنا لغة الكارة اهو. طبعا يا ابني، انت فاكر ايه؟ ما انا بقيت صايعة خلاص. والله لا مؤاخذة ست أمينة، البوليس منشفها اليومين دول جامد على التجار. وبعدين ده الشلة كلها معتمدة عليا. طب أقول لك على حاجة، الولد اللي أنا بتعامل معاه بيقول لي اللي أقدر أوفره لك اليومين دول هو البودرة. ها إيه رأيك؟ لا 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 لا، بودرة إيه؟ دي فيها إدمان، أنا كده أروح في داهية. وأنت هتاخديه باستمرار؟ ده كده تفريح يعني. لا 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 لا، بص يا حليم، ولما الاستاف التاني يبقى موجود ابعت لي كده كام جوينت اهم يقضوا الغرض وخلاص. والله بشوقك بقى. يلا امشي انت بقى. اسمع بقى انت وهو، احنا لازم نعمل نقلة العيش اللي فيها الصنف دي النهاردة، فكم خن كده يعني، زي كوم السمن، الدويقة، مشيت ناصر، لحسن الزبائن شرقانة والسوق فاضي، خايفة كده الزبائن يروحوا مننا ونرجع للأمهم منين، عشان كده لازم نعمل خطة ما تخرش المية. طقطقلي ودانك انت وهو عشان تعرف انا هنعمل ايه. سلام على دماغك اللي تتوزن دهب يا معلمه، اهو لولا تفانينك كان زمان المصلحه اللي في العيش الناس خدتها وكانت هتبقى واقعه سود. طبعا يا مخفي الاسم والصوت في الصوره، هنا في مخ مش مهلبيه من ساعه الواد حليم وما قال لي ان الناس مش هتحتفل على لقمه مش لاقينا في رصاص الليالي، وانا عمال افكر فيها واجيبها كده واديها كده ولقاها في دماغي لغايه لما طلعت بالتفنينه اللي انا عملتها لي. الرسمة بتاعتك دي يا معلمة خلت الغلابة تهجم على العيش. لا وإيه، في ناس ما قدرتش تستنى، قعدوا ياكلوا في العيش وهم مروحين كأنهم بياكلوا في آخر زادهم. يلا خلوا الغلابة تاكل. عندك حق يا أبو البنات، أهو دلوقتي نطلع العيش بتاعنا الملاخم وإحنا مطمنين.